إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارضى للصحابة، يا ربي وارضى للسلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارضى للمشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل Oh,
Yeah.
عليه وعلى آله وصحبه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي استفره فيض البركات على ما لنه وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتكل في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجارية وحفظ من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا لاثم من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلا واستعين بحول الله تعالى وقوة قوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطل اللهم قبره الكريم يا رب وسديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله وسنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمر بن عبد منافع واسمه المغيرة الذي يهتم الارتقاء لعليا صلى الله عليه ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسه في بلاد قضعة القسية صلى الله عليه إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرات ابن كامل أي ابن غالب ابن فهر واسمه قرش وإلد سم البطول القرشية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إله الكثير والتضاء صلى الله عليه ابن مالك ابن نضر بن كنانة بن خزيمة مدركة بن الياس وأول من أهدى البنى إلى رحاب الحرمية وسمع في صلبهن
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولما صلى الله عليه ابن بضر ابن نزار مع ابن عدنان وهذا سلك النظم أصفر إله بنان سنة سنية صلى الله ورفعه إلى الخل إبراهيم أمشق عنه الشار وأبا وعدنان بلا ريب إهدى ذوي العلوم النسبية إلى ذبه إسماعيل نسبته ومنتمى فعزم به من قد تألق كواكب هندلية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تسب الأولى بحلاه قلدت نجوم الجوزاء حمد عيد سودان وفخار سبحانه الله تعالى من صفاته.